اهلا وسهلا بكم اصدقائي وحبايبي، معكم مصطفى اخوكم من المانيا فروم انسايد جيرماني. طبعا اليوم راح اصور لكم الاسبان، يعني انا الحلقه اللي قبلها او اللي بعدها يمكن شفتوها او ما شفتوها صورت لكم الاوبان اللي هو القطار تحت الارض اللي هو استوى راح هسه من هنا. فالحلقه هاي راح اصور لكم بها الاسبان اللي هو القطار يمشي فوق الجسور، هو يعني القطار الاكثر شيء واحد يستعمله بالمانيا وبالاخص برلين اللي هو اسمه اس يعني اسبان يعني قطار. اسبان بالالماني يعني قطار الكلمه معناها. هما تشوفون هناك اعلانات بكل مكان، وهم عندك مصعد مثل ما تشوفون ودرج كبير ودرج كهربائي. طبعا مثل ما قلت لكم كل محطه موجوده هاي الشغله اللي هي عبارة عن درج عادي أو درج كهربائي، وعندك الدرج الأوتوماتيك هذا الكهربائي والدرج العادي والمصعد. تمام، هذا هو القطار. بالصراحة راح أحاول أصور لكم من عنده شوية وأحاول أصور لكم المحطة شلون صار شكلها يعني. إذن هاي المحطة هنا أنا همات فيها، عندك هذا المكان اللي هو يروح بيه، موجود بيه الخريطة شلون واحد يروح شلون واحد يجي وإلى ما ذلك. طبعا القطار هذا الإسباني يصير كبير كلش، يعني مثل ما تشوفون بيه سكك هواي كلش هواية، يعني أكو هنا بيه صار دائما أرقام، يعني رقم 5 رقم 6 رقم 7 رقم 10 وإلى ما ذلك، انواع واشكال القطارات. طبعا هي محطه مال برلين الرئيسيه، واكو بصفها صار محطه دوليه اللي هي تروح للمحافظات وللدول المجاوره. فمن عندها مثلا هذا القطار هسه متعدي اصفر راح احاول اصور لكم اياه. هاي السماعه سمعوها هاي، يقول دير بالك راح يجي قطار، ابتعد راح يجي قطار دير بالك. بالسماعة حجت والقطار هذا يا اجي مثل ما تشوفون، يعني شيء كلش حلو انه السماعات دائما تحكي تقول راح يجي القطار الفلاني القطار الفلاني، ابتعد ارجع والى ما ذلك. هواي همات الاشارة هنا موجودة، بس هاي مو النا، هاي الاشارة تكون لاب القطار للسائق يعني ومو النا. هذا القطار اجى هنا مثل ما قلت لكم، موجود هاي مال القطار الخريطة، موجود مال الإعلانات، موجود هاي نفسها الماكينة اللي تشتري من عندها التيكت. يعني تدوس هنا مثلا، بس ما يبين عندكم هواي، تدفع الفلوس وينزل لك التيكت، وبعدين لازم تضغطه بهاي الماكينة وينتهي الموضوع. هنا هم عندك إعلانات، هنا الخريطة مال القطارات مال برلين، هذا كل شيء صراحة يروح القطار ما بقى شيء. طبعا شغله كلش بسيطه اللي هي بالسماعه ينذاع اسم القطار والاتجاه مالته، يقول لكم ابتعدوا عن القطار او تصعد الناس بالقطار، وبعدين ينتهي كل شيء. هذا هم هنا عندك مكان واحد يشتري بيه من عنده اكل، يعني صمون وخبز ولفات سندويتشات جاهزة تصير. وهنا هم عندك هاي الشاشات مثل ما تشوفون، هاي الشاشة الفوق مكتوب بها S7 يعني اتجاه القطار وين يروح لأي مكان وش بده يجي كم دقيقة وشين المحطات اللي راح يتعدى عليها. وهذاك هناك كشك، يصير كشك يبيع سندويتشات مثل هذا الكشك اللي انا واقف يمه هسه مكتوب عليه 2.5 يورو هالمات، يعني من هاي السوالف والى ما ذلك. هذا كشك ثاني اللي هي علامة كوكوس، علامة مشهورة كلش. طبعا هنا همات اكو كاميرات بهاي المحطة تصير،
كل مكان، كاميرات ضخمة يعني مثل هاي الكاميرا اللي هنا موجودة وغيرها، كاميرات هواي. وهمات هنا اكو مثلا مصطبات مع الجلوس مثل ما تشوفون، هاي السماعة هسه قاعدة تشوف. هذا هو القطار، تقدر تصعد به مثلا، راح اصعد به الثاني. طبعا يصير بيها مات مقطورات للمعوقين، للبايسكلات، للناس اللي ما تقدر تقعد، للمعرف ايش، ولا ما بالك من هاي الشغلات يعني. هاي مجرد انا هسه صعدت بالقطار وهو يضيع بالسماعة المحطات، اسماع المحطات، ويقدر الواحد ينزل وين ما يريد. تمام حبايبي، ومثل ما تشوفون عندكم يعني هواي سوالف، مثلا هاي الناس شلون تقعد، او هنا عندكم يعني هواي سوالف. خليكم ويانا يعني. هسه واحد جاب بس اسم المحطة وراح ننزل احنا، يعني ماكو شيء خاص بالموضوع. شوف حط الباب تنفتح بعدها. هالمرة ما انفتحت وحدة، لازم اضغط عليها يلا تنفتح. المهم هاي المحطة، هسه المحطات تساعدك هنا بالسماعة، قال مثلا اسم القطار ورقمه وكذا وكذوات، وبدأ بالحركة. هذا هم هذه الاسبان، لان احنا عندنا هنا اسبان اوبان ولا ما ذلك، لان برلين شوية مشكلة يعني عندك بالقطارات. اكو قطارات مثلا تروح لاماكن معينه، اكو قطارات ما تروح لاماكن معينه. هاي هنا عندك تشوفوا كل قطار، كل محطه قطار يصير بيها هذا الحصو اللي هو مثل هذا البيقاع مثلا، مثل هذا الحصو. هذا يوزعوه هنا بالشتاء من ينزل الثلج بالقاع حتى الناس ما تزحلق. وهذا تشوفوه بكل محطة قطار موجودة، من هاي العلب مليانة حتى خاف يصير شيء. مثلا شوفوا هذا القطار هسه شكد حلو، هذا دولي مثل هذا رايح للتشيك اعتقد، مكتوب عليه اسم الدولة او اللغة مالت الدولة. بس هذا ما يوقف هنا، هذا بس يتعدى على المحطة، بس يتعدى على المحطة، ما يوقف هنا بهاي المحطة يعني. اي فهذا كل شيء يعني اليوم كان. هاي هنا عندك سلة النفايات، المقاعد، الاعلانات، هاي نفس هالمكان اللي بيها تقدر تشتري اكل او عصير او اي شيء، 24 ساعة موجودة. طبعا هاي هنا عندك كشك قديم جدا مسدود، يعني يستعملوا مثلا اهل اعمال النظافة او الى ما ذلك. هاي عندك الخريطات، هاي مال الاعلانات او خريطة القطارات، يعني كل شيء موجود يعني شنو الواحد يريده موجود. هاي مال عندك الاشارة الحمراء مثلا، هاي الاشارة الحمراء تكون يعني لو القطار مولنا حتى يعرف. أهم الماكينة موجودة مع قطع التكت.
هاي تقول يعني القطار ما راح يجي هسه بعد شوية بالسماعة يعني قالت المحطة شوية قديمة فما بيها مصعد مثل ما شفتوا بيها بس الدرج وهنا همات يعني حتى الأضوية مالتها قديمة لأن هي المحطة قديمة كلش هاي من زمن يعني الحرب وموجودة لحد الآن ما حد غيرها ولا أي شيء أكو يعني هنا هواية محطات أو شغلات قديمة من زمن الحرب موجودة لحد الآن ما حد صلحها أو عمرها أو سوى لها شيء بقوها مثل ما هي عرفت شلون فوقها ساعة هاي المحطة من برا إذن أصدقائي وحبايبي أتمنى عجبتكم الحلقة مالت اليوم هاي الحلقة كانت عن الإسبان اللي هو القطار اللي يصير فوق الجسور أو يعني بنص المدينة يطلع اللي هو اسمه إسبان سوق أتمنى عجبتكم الحلقة مالت اليوم وتابعوا الحلقات اللاحقة أو السابقة مع السلامة.